السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، شكرا لكم لوقتكم، حياكم الله جميعا. وأنا بس إن شاء الله أسوي مراجعة على سريع. الشاشة واضحة عندكم؟ إن شاء الله الشاشة واضحة، الحمد لله. فهذا إحنا إن شاء الله سنستمر في نفس الموضوع، هنا السيناريوهات وحوار. وانا هذا بس شوي مراجعة على السريع. يعني اخذنا اول درس كان في الابجدية والكلمات الاساسية، والدرس الثاني كان اخذنا درس في كلمات حوارية وجغرافية واصطلاحية ودينية، والدرس الثالث عملنا التعارف البسيط عن الشخص، عن الشخصية والسكن وهكذا. والدرس الرابع كان حول مجاملات عادية. والدرس الخامس بدأنا في تعريف عن السيد سلام الله عليه، وأخذنا درس في ذلك. والدرس السادس في نفس الموضوع، يعني تعريف عن السيد سلام الله عليه. حسب طلبكم إن شاء الله اليوم، إن شاء الله أنا ناخذ درس في الحوار اليومي يعني العادي، تمام. فأنا بس إن شاء الله أراجع على السريع. هذا كان السيناريو الأول حول تعريف عن السيد، يعني هذا كله من خمسة، الدرس الخامس إلى الدرس السابع. يعني الحوار الأول كان حول تعريف عن السيد، من هو، هل سمعت عن أحمد الحسن، هل بيقول أحمد الحسن وهكذا. إن شاء الله هذا كان واضح، راجعنا هذا شوية. وما شاء الله تبارك الله سجلتم أصواتكم وبعضكم أرسلتم كواجب، والله يوفقكم جميعا، وأداءكم كلكم كويس ما شاء الله وجيد جدا. ويعني إن شاء الله شوي شوي نراجع ويتحسن اللفظ، لكن الحمد لله أداءكم كلكم كويس وجيد جدا. وهذا كان شرح شوية عن بعض الجمل، تمام. وبعد أيوة الجمل السبعة وستة للسيناريو الأول. وهذا كان السيناريو الثاني، يعني بعض يعني استمرار لنفس الدرس. يعني أي نعم أنا سمعت عن أحمد حسن هكذا، yes I did hear of أحمد حسن، but when and وهكذا. والحمد لله جزاكم الله خير، بعضكم سجلتم الواجب وأرسلتم، وما شاء الله تبارك الله جدا ممتاز، أداءكم جدا ممتاز جدا جيد جدا. وهذا كان السيناريو الثالث عن نفس الموضوع، لكن بسطنا شوية في الحوار. I want to know more about أحمد الحسن، يعني أريد الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحمد الحسن وهكذا. والجملة الأخيرة، Do I need to learn Arabic؟ هل يجب علي أن أتعلم العربية؟ وهذا كان السيناريو الثالث. إذا في أي سؤال يعني أنا بخدمتكم إن شاء الله. وهذا السيناريو الثالث. بعد أخذنا شرح شوية في إيش the call to call invite، وطرحت عليكم بعض الجمل وكيف يستخدمون اسم، يعني لفظ أي نعم اسم الدعوة النداء وهكذا. سيناريو هذا مفيد جدا إن شاء الله. إن شاء الله يفيدكم جميعا. وفي في بعض الكلمات أخرى يعني، لكن أنا يعني حسيت أنه هذا يكفي، وإن شاء الله أطرح عليكم خلال السيناريوهات الأخرى. يعني هذه السيناريوهات إحنا نتحدث عنها بالنسبة للسيد، لكن هذه السيناريوهات يعني تستخدمونها في كل مجال في الحياة. يعني مثلا إذا بس تغيروا الموضوع، إن هذا الموضوع حول سيد أحمد الحسن سلام الله عليه، تمام.
يعني يمكنكم أن تغيروا أحمد الحسن وتقولوا yes I did hear of مثلا the Loch Ness Monster. إيش هو the Loch Ness Monster؟ في دولة اسكتلندا، هي يعني بالجوار إنجلترا. إنجلترا متكونة من 4 دول، إنجلند وسكوتلاند وويلز نورثرن ايلاند، تمام، هذه الأربعة. ففي اسكتلندا يوجد هناك يعني أسطورة، ممكن أقول أسطورة، يعني شيء ربما صحيح وربما كذب، ما ندري يعني، لكن بعض الناس يقولون هناك ديناصور، يعني ديناصور في حوض كبير في اسكتلندا واسمه لوك نيس مونستر. وربما يعني تغيروا أحمد حسن وتحطوا أي شيء آخر. يعني هل سمعتم عن لوك نيس مونستر؟ Yes I did hear of the Loch Ness Monster. Oh yes I did hear of مثلا the earthquake، يعني الزلزال، يعني تغيروا أي شيء. زين، أو ربما يعني يمكنكم كتابة يعني كورونا فيروس، حطوا أي شيء. Yes I did hear of كورونا فيروس، واضح. أو مثلا Yes I did hear of the day of judgment، يعني يوم القيامة، تمام، يعني نفس الشيء. باقي الحوار يعني يبقى على حاله، but when and where was it in my childhood or in a dream، هكذا. زين، لكن احنا نريد يعني ننشر الدعوة المباركة، لذلك ركزنا على السيد سلام الله عليه. لكن يمكنكم تغيير لفظة أو لفظين حتى تستخدموا نفس السيناريو لأي شيء. مثلا هنا I want to know more about مثلا the day of about مثلا جورج بوش، استغفر الله، لكن على سبيل المثال what is his website address، أو غيروا هذا واكتبوا the office in نجف. أنا أريد الحصول على إيش، تفاصيل، مزيد من التفاصيل عن المكتبة المبارك في النجف الأشرف، بس حطوا هنا أو capital office in نجف هكذا. What is it's his website، بدلا من his تكتبوا what is its website address هكذا، where is the office. زين، باقي الحوار على حاله. زين، يعني تعديلات بسيطة شوية، يعني يمكنكم استخدام نفس السيناريوهات لأي شيء. يعني بعد إيش عندنا، does he have an email address، مثلا does the company have an email address، هل الشركة هل لها عنوان إيميل، واضح. I want to download some of بدلا من his books its books أو its literature، يعني بعض البروشرات أو منشورات. زين، باقي الحوار تقريبا على حاله. أها، the مثلا the overview، يعني كل شركة لها تلخيص أو يعني موقع وفيه شيء نبذة عن إيش، عن الشركة. يمكنكم استخدام نفس الحوار، يعني واضح إن شاء الله. بعد هنا أي، خلاص خلصنا هذا. وهذا يعني مهم، لأنه أحيانا الناس يعني يلخبطون في استخدام لفظ call to call invite. فهذه إذا يعني حاولوا على إيش، الحفظ، حاولوا على الحفظ في هذه الجمل، يعني كثير الاستخدام. مثلا هنا إذا نستطيع أن نستخدم نفس الجملة لإيش،
يعني المسيحية أو المسيحيين هم يستخدمون نفس الجملة call of Christ، دعوة المسيح مثلا، زين call to، هنا عندهم call to arms. ما معنى call to arms؟ تهيؤ للقتال. arms عبارة عن إيش؟ أسلحة، زين. فلكن لاحظوا نفس اللفظ يستخدم في إيش؟ مجال القتال والحرب، وكمان وأيضا في إيش؟ للصلاة، يعني الأذان، واضح. يعني هذه الجمل تستخدم كثير. invitation مثلا، بدلا من إسلام تكتبون Christianity أو Buddhism، يعني مسيحية أو بوذية، لكن نفس الجملة تقريبا. واضح إن شاء الله. calling out for help، هذا يعني لا علاقة للدين لهذه الجملة. I had a calling، هذا لنفس الجملة. أنا كلمت بعض المسيحيين في أذرع، ما فهمت أذرع يعني. نفس الجملة المسيحيين يستخدمون نفس الجملة. بعضهم يقولون مثلا جمع ذراع، جمع ذراع، أي ذراع هنا اللذان؟ لا، ذراع يعني أمس. أو أي لماذا يقولون أمس؟ لا، هذا شيء آخر. لا، أنا فهمت قصدكم. هذا الأمس، وين راح أمس؟ أيوه call to arms. لحظة بس أنا هشيل، أكتب هنا call to arms يعني التهيؤ للقتال. تهيؤ يا، تمام. arms يعني أسلحة. لماذا يعني لماذا يقولون arms للأسلحة؟ صراحة ما أدري، ربما هو بسبب إيش؟ الذراع، ممكن، أو ربما بسبب آمي، لأن الآمي يعني عبارة عن عسكر. أو لحظة، آمي عسكر أو جند، آمي، ربما بهذا السبب، لكن بالضبط ما أدري والله صراحة. لا، الأمريكيون يقولون arms، لكن الإنجليش لا، الإنجليش يقول arms فقط، army أو arms. هو الـ A والـ R هكذا، AR، هم يقولون، هم يلفظون R. وقليل قليل، لا يوجد عندهم اللفظ هكذا، لا أو أي إلا قليل جدا. يعني إذا نقول آل البيت، تمام، بالإنجليش نكتب هكذا آل البيت، لكن غير آل البيت والله ما أدري، ما يعني أتوقع عندهم لفظ، إلا ممكن اسم هارون عليه السلام، هارون، يعني هارون عليه السلام هم يكتبون ب دبل أي أي أي. لذلك كذا تشوفوا، إذا تلاحظوا أي آر ودائما مثلا آت فن، آمي الجند أو العسكر، آم يعني ذراع واحد، آمز ذراعين، وآمز أسلحة أيضا. واضح، يعني نفس اللفظ لكن معنيين.
زين، لكن حسب ما أتوقع يعني هذا بسبب آمي ممكن، أو ممكن دلالة التزامية، ربما صحيح كلام صحيح، يعني ربما هناك عندهم دلالة التزامية، يعني الأسلحة، الشخص يرفع يتحمل الأسلحة بسبب يعني مساعدة من الذراع أو الأيدي، ولذلك يعني هم سموه الأسلحة آمز ممكن. واضح إن شاء الله call to arms، لكن لاحظوا call هنا يعني نداء للتهيؤ للقتال هكذا، واضح؟ هنا المعنى نداء، يعني تعالوا إلى القتال هكذا، تعالوا يعني خذوا أسلحتكم هكذا، هذا call to arms. عندهم لفظ آخر أو معنى آخر، call it off. ما معنى call it off؟ call it off يعني ألغوا الأمر، ألغوا الأمر، call it off. off يعني ألغوا، call it يعني هو ممكن نقول هو يعني لفظ زائد، لكن أو هنا المعنى ألغوا، off معنى ملغى، cancel ملغى، ف call off الاثنين. أي عادة off يعني نعم مغلق، أو يعني بالنسبة للأضواء أو اللمبة. off له معاني صراحة، معاني إذا تقولون turn off the light يعني أطفئوا الأضواء، إذا أحد يقول it's off يعني بالنسبة للطعام معناه الطعام يعني فسد الطعام، يعني إذا عادة يستخدمون للحليب it's off، يعني it's off يعني الطعام والرائحة يعني فاسدة، فسد يعني خربان، أو بالنسبة للأكل الطعام هكذا it's off. أو أحيانا يقولون it's off أو he's off، he's off يعني هو راح مشى. عندهم معاني كثيرة لللفظ off. ربما نأخذ والله درس كامل لاستخدام off و on أيضا، يعني off و on أيضا يعني معاني كثيرة، مدلولات كثيرة. call it off. بعد عندهم call it. ما معنى call it؟ call it أخي اختار في موضوع ما أدري كيف أقول tossing a coin، اختيار، أنا بس لحظة، اختار في موضوع إيش؟ الميسر، يعني الميسر ممكن أنا بس أكتب هنا ميسر، يعني هذا خطأ، لكن لا يعني أنا بس أشرح لكم كيف call it، إيش معنى call it. قبل call عادة نداء أو دعوة أو أذان أو ميلان، يعني له معاني حسب الجملة. إذا أقول call it، call it يعني قبل أي مباراة، يعني مثلا كرة القدم، قبل أن يلعبوا كرة القدم أي حسب ما تضاف له، نعم مو بس إضافة، يعني السياق، يعني سياق الجملة هو القرائن. call it في موضوع، أنا أكتب هنا إن شاء الله كرة القدم، هذا أحسن. call it قبل أن يلعبوا كرة القدم، الكابتن من كل فريق يعني يجمعان ويقولون من يعني يبدأ، من هي ستكون عنده هو الكرة، زين، فإيش إيش يسوون؟ أحد الكباتن هو يعني يجيب بعملة ويقول أنا إن شاء الله أرمي هذا في الهواء وأمسك، يعني أقبضه، زين، وإذا
إذا يعني أشوف ألتفت إلى العملة إذا الجانب اللي فوق ذا هو الرأس، فهم يقولون this is heads، هذا heads يعني الرأس. إذا الجانب اللي فوق tails، الجانب الآخر، فيقول يسمونه tails، head or tails. زين، head or tails. يعني في بريطانيا عندهم عملة وعلى جانب واحد رأس الملكة، head of the queen، يعني هي مطبوعة، رأس الملكة مطبوع على أحد جانبي العملة، وعلى الجانب الآخر صورة أخرى، وصورة أخرى عادة فيها صورة الأسد، والأسد اللي هو ذيل طويل. زين، فيسمون أحد الجانبين heads والجانب الآخر tails. زين، فالكابتن يقول يعني هو يرمي فوق يعني يمسك العملة، لما تنزل العملة يمسكه ويخفي، ويقول الكابتن الآخر يقول call it call it. يعني إيش تختار؟ أنت تختار الرأس أو تختار الذيل؟ فهم يستخدمون call it في مثل هذا المجال. فالكابتن الآخر يقول مثلا heads، فالكابتن اللي عنده عملة هو يعني هو يلتفت للعملة ويقول أيوه هو heads، أو هو يقول هو tails. فحسب إذا كان العملة مخالفة لاختيار الكابتن الأول، فمعناه الكرة ستكون عند الكابتن الآخر. لكن إذا كانت عملة موافقة لإيش الكابتن اللي قال أنا أختار heads، فالمعنى الكرة ستكون عنده في بداية الإيش اللعب المباراة أو اللعبة. واضح؟ هكذا call it. واضح إن شاء الله، وصلت الفكرة. وصلت الفكرة، اتركها صح. واضح إن شاء الله. وهكذا في إيش؟ في مجال ال gambling، يعني gambling نفس الشيء. إن إذا واحد يزور الكاسينو، ما أدري هل تعرفون إيش معنى كاسينو؟ ناس يروحون ويلعبون gambling، يعني ما أدري إيش gambling بالعربية، يعني الميسر ممكن، شو اسمه، والله أنا نسيت الاسم، أقمار، أي نعم الأقمار. هم يستخدمون نفس الجملة في الكاسينو، في الكاسينو يقولون يعني واحد يرمي الدايس، نسيت اسم الدايس، دايس، ويعني نفس اللفظ يجي في وهم الحاد، يعني الله لا يلعب القمار أو هكذا. يعني واحد يرمي الدايس الأقمار ممكن، وصاحب الكاسينو يقول كولت، يعني إيش أنت اخترت، إيش رقم أو إيش مجموع أنت اخترت، هكذا كولت. واضح؟ بس هذا كان بالنسبة للكول، call to arms، call it off، call it. واضح إن شاء الله. بعد كان عندنا، أيوة هذا إحنا تحدثنا عن هذا السيناريو، وهذا السيناريو رقم خامس، هذا جديد، رقم خمسة، وهذا إن شاء الله سهل، لكن بس ينام بعض ملاحظات. أنا كتبت هنا أنا سأصلي، I am about to pray. زين، I am about to pray أو I'm about to pray، الاثنين صحيح، لكن about to pray يعني على وشك، الترجمة الصحيحة على وشك، يعني قريبا أو سأصلي قريبا، هكذا I am about to pray. وحتى about له معاني أكثر من واحد أو أكثر من اثنين. واضح؟ I am about to pray. Pray يستخدم لإيش؟ صلاة، ويستخدم للدعاء، لأن الإنجليز لا يفرق بين الدعاء والصلاة، يعني عنده معنى واحد، هو بس يعرف إيش، يعرف
الإنجليز المسيحي في الكنيسة يسوي دعاء، لا يصلي، يسوي دعاء، لذلك الصلاة والدعاء عندهم تقريبا نفس الشيء. فلذلك بالتالي يستخدمون pray للصلاة و pray للدعاء. أي نعم، يعني فيه يعني عنصر مشترك. نعم، عنصر مشترك بين الصلاة والدعاء. ليش ما نقول go to pray؟ لا، go to pray يعني الذهاب إلى المسجد أو إلى الحسينية. هنا هذا جالس في بيته. I'm about to if إذا أكتب هنا I'm about to go to pray. لازم تضيفوا أين، يعني الغاية، أو أي المصلى أو الكنيسة أو أي مكان. To pray in the mosque مثلا، هكذا in the mosque. هذا صحيح، لكن هنا معناه I'm about to pray، معناه في البيت الآن هنا في نفس المكان. I am إذا أحذف about، أنا أستطيع أن أكتب I am going to pray، وهذا أعم من about to، لأنه going يطلق على الذهاب ويطلق على قريبا. لا فقط الجهة أو المكان، going to يعني كما تقولون في العراق أنا راح أصلي، راح أصلي، يعني أنا سأصلي، شاملة للجهة، شاملة للذهاب، شاملة لإيش؟ الإرادة، مو فقط الجهة، الإرادة أيضا، لكل مكان، والإرادة أيضا، الإرادة يعني I am going الترجمة اللفظية الذهاب، أنا ذاهب للصلاة، زين، لكن يشمل هذا going يشمل سأصلي أو قريبا، يعني أعم، يعني معنى أعم، أنا سأصلي بدون تخصيص للجهة أو المكان. مثلا أحد يقول I am going to pray، ممكن يعني يمكنكم أن تسألوه أين ومتى، وهو يقول I am going to pray in the mosque. واضح؟ هو يقول I am going to pray. لحظة بس، أنا إن شاء الله أضيف سيناريو، لحظة، I am about to pray، هذا واضح عندكم صحيح؟ إن شاء الله أنا أضيف سيناريو نسميه سيناريو نسميه الثمانية، زين. مثلا I am going to pray، أنا سأصلي. هو هو ممكن يسأله هو ممكن يسأله where will you pray؟ زين، أين ستصلي؟ هو يقول I'm going to the حسينية. حسينية، واضح؟ أكتب بالعربية أو خلاص، لا تحتاجون. أنا ذاهب إلى الحسينية، واضح؟ هكذا، شوف، حسينية، التفتوا. بعد هو يقول، ممكن يقول but it's going to open، going to be closed. التفتوا، يعني هو يقول لكن هو سيكون مغلق. وفي الجواب يرد عليه يقول Oh yes،
It's Saturday. Today. أي نعم. اليوم يوم السبت. إن في بريطانيا هم يفتحون الحسينيات يعني يوم الخميس ويوم الجمعة عادة. يوم السبت عادة مغلقة إلا إذا عندهم مناسبة أو مجلس عزاء وهكذا. واضح؟ ف هذا سيناريو ثامن رقم ثمانية. هذا سيناريو رقم خمسة. ف I'm about to pray، هذا معناه أنا سأصلي. ثاني يقول let's make a دعاء، هيا نسوي دعاء أو هيا ندعو. واضح إن شاء الله. و هو يرد عليه ويقول don't forget to pray for the سيد، لا تنسى. don't forget هنا do فعل مساعد، وهذا not، وهذا كله مساعد ولا نافية. زين أو لا ناهية للنهي. تمام. forget الفعل الرئيسي don't forget لا تنسى، وهذا المصدر to pray يعني معناه الدعاء هنا for the سيد للسيد. واضح إن شاء الله. I am about to pray أنا سأصلي let's make a دعاء، هيا نسوي دعاء أو هيا ندعو. في الجواب يقول don't forget to pray for the سيد يعني لا تنسى السيد في دعائك، أو لا تنسى تدعو للسيد هكذا. don't forget do فعل مساعد نسميه auxiliary verb، والnot النهي do not يعني هذا كله النهي لا صيغة النهي. forget فعل رئيسي بعد مصدر universal to pray الدعاء for the سيد للسيد. واضح إن شاء الله. وهذا في الجواب يقول يعني it's the martyrdom of Imam Ali عليه السلام this month. لكن بالعربية أنا كتبت جملة فعلية وفعل مجهول، استشهد الإمام علي عليه السلام هذا الشهر، لكن بالإنجليش عادة يقولون يعني يستخدمون جملة اسمية nominal sentence. دعاء نفسه بالإنجليزي دعاء أيوة نعم يقولون دعاء يعني مسلمون يقولون دعاء لما يتكلمون بيناتهم ما بينهم يقولون دعاء. وعلى المواقع الإلكترونية يوجد لفظ دعاء، لكن لما يتكلمون مع الإنجليش يقولون prayer. بينهم يقولون يعني لاحظوا الباكستاني يقول I'm about to say نماز، يستخدمون لفظ نماز يعني نماز أعتقد لفظ أردو وتركي. والعربي يقول I'm about to offer صلاة، لكن على العموم I'm about to pray كل واحد يفهم هو سيصلي لما يتكلم مسلم مع مسلم. لكن حتى يميز الدعاء من الصلاة يتميز الدعاء يستخدمون لفظ دعاء. واضح إن شاء الله. let's make a دعاء. الإنجليش إيش يقول الإنجليش للدعاء؟ يقول supplication، لكن اللفظ لاحظوا اللفظ جدا طويل، فعادة المسلمون يقولون دعاء لكن هو supplication. واضح. فيعني نفضل استخدام دعاء بعد don't forget to pray for the سيد سلام الله عليه. لا تنسى السيد عليه السلام في دعائك. أي نعم هنا جملة اسمية it's the martyrdom. لماذا يستخدمون جملة اسمية؟ لأنه
مثلا إذا عندكم مناسبة أو احتفال آخر، على سبيل المثال it's the، أستغفر الله أن أحذف هذا من الجملة، لكن مثلا إذا أضيف سيناريو أو جزء من السيناريو هنا وأكتب it's the Queen's Jubilee this month، ما معنى جوبلي؟ جوبلي هكذا. الجوبلي يعني هو عبارة عن مدة أو 25 سنة بعد أن بدأت ملوكية أو ملكية الملكة في بريطانيا، عندهم جوبلي، عندهم هكذا يعني مناسبات. فلما يكون الجوبلي هو يعني احتفال عظيم في بريطانيا، فيستخدمون جملة اسمية لكل كل احتفال أو كل مناسبة زي هذا. It's the martyrdom of Imam Ali. It's the Queen's Jubilee. It's the Prophet Muhammad's birthday. يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يستخدمون جملة اسمية. Is that واضح؟ It's the martyrdom of Imam Ali عليه السلام this month. يعني يمكنكم تغيير المناسبة يعني حسب الحاجة يعني، ولكن الجملة ستكون الجملة اسمية. واضح إن شاء الله؟ It's the martyrdom، يعني إنه استشهاد الإمام علي عليه السلام هذا الشهر. هذا هو المعنى، يعني لفظ لفظ. It's the، إنه، أو it's إنه the martyrdom، الاستشهاد أو استشهاد معرفة بالإضافة، وهذا إشارة للإضافة. martyrdom of، استشهاد الإمام علي عليه السلام، زين، مضاف إليه. this month، هذا الشهر. واضح؟ ليش ده؟ لأنه معرف بالإضافة، معرف بالإضافة، إضافة يعني هذا المضاف مارتدم. وإمام علي نعت منعوت، أو ربما مو نعت منعوت، لا، عطف بيان أعتقد، لكن مضاف إليه، ومترم مضاف، لأن مترم مضاف إلى معرف، يعني إمام علي هو علم، صح، ومعرف، لذلك هذا معرف بالإضافة، ولازم يحطه ذا، لأنه إذا أحذف ذا It's martyrdom of Imam Ali عليه السلام، هذا خاطئ، يعني خطأ، لازم تضيفوا the. أي نعم، مضاف إلى الإمام لأنه هو معرف، ولذلك المضاف يصير معرف هنا. لازم تكتبوا the للتعريف. والجملة الأخيرة it was a truly sad event، الحادث كان حزينا فعلا، يعني it was، هذا بس ترجمة مو لفظ لفظ، لكن يقولون هكذا it was truly a sad event، أو it was truly a sad event، it was truly a sad event. أو يمكنكم أن تقولوا it was a sad event truly، هذا صحيح أيضا. يمكنكم أيضا تقولوا truly it was a sad event، يعني ليش؟ اللي هو الصدر في الكلام truly. فعلا
واضح إن شاء الله. في سؤال أو كل شيء واضح؟ نعم سيد، sad بالسؤال. event. sad حزين. event. هنا event حادث. event حادث يترجم أيضا ك accident، لكن هنا المعنى أو اللفظ المناسب هو event. واضح إن شاء الله. تمام، نتطرق إلى السيناريو رقم 6 إن شاء الله. أستاذ، بالسؤال، خمسة بالنسبة للمادة، 4 5 6، هذا السادس إن شاء الله. أستاذ تمام، تسمعني؟ مرحبا. I'm about to load the washing machine. أنا سأشغل الغسالة. الترجمة ليس صحيح، لكن أنا يعني لخصت الترجمة. I'm about، نفس، لاحظوا نفس ال about نفس اللفظ. هنا I'm about to pray، هنا I'm about to load، يعني أنا س أو أنا على وشك أو أنا قريبا. هذا معنى about. هنا about to، قريبا. بعد load، load يعني هنا معنى load شحن، لأن عملية تغسيل الملابس تشمل إيش؟ شحن الغسالة. هم يقولون load the washing machine، وكلمة load تستخدم على أشياء أخرى، مثلا load the car، لما تحط أغراض أو معدات، أي نعم، شحن في السيارة، في الشنطة، تقولون load the car، load the car. إذا تحط أو أحد، معليش، هل أحد أخذ المايك؟ مايك؟ أعتذر والله ما سمعت صوتكم. لحظة، أعتذر. ربما خلل عندي. أعتذر منكم. حدث means حدث means occurrence. المعنى صحيح لحدث occurrence، occur. هذا الترجمة الصحيحة. حدث occurred يعني بالفعل الماضي occurred. حادث يمكنكم أن تترجموه ك occurrence، و occurrence يعني شيء حصل أو شيء حدث، لكن هذا مجرد عن هل الحادث مصيبة، صدمة، أو يعني مناسبة. هو مجرد عن أي نوع أو أي feeling، زي عواطف. occurrence يعني شيء حدث، شيء حصل هكذا. و event، لما يقولون event، event معناه احفظوا الايش، التاريخ في الجدول، هذا معناه event. event مثلا football، كرة القدم، يعني مباراة كرة القدم، هذا ايضا event، وهذه events. واستشهاد الإمام علي الإسلام، هذا ايضا event. ربما تترجموا event كواقع، event وأقرب إلى واقع. لكن حدث، شيء حدث، شيء تحقق. أي إذا كان، إذا الأكسنت معناه إذا هناك شيء مضر، نسميه، إذا هن يعني تحقق ضرر، نسميه accident. accidental. إذا معنى فيه ضرر فنستخدم
accident او accidental. فلود واشينج ماشين يعني اشحن الغسالة او اشحن السيارة او اشحن المسدس. load the gun نفس الشيء. load the gun يعني احط الرصاص في المسدس. نفس اللفظ load. load the game اشغل اللعبة. اين على في الحاسبة. load the game. فهنا نستخدم load لإيش يعني نشحن الغسالة. واضح إن شاء الله. don't wash the white with the colors. لا تغسل الملابس البيضاء مع الملابس الملونة. بس هم يخففون على إيش يعني يقتنعون على whites. يكتفون بوايتس. whites يعني معناه white clothes with the colors يعني colored clothes. لكن يكتفون بوايتس وcolors. نعتقد هذا سهل إن شاء الله. هذا نفس الشيء. do not wash. I am about to نأخذها قاعدة. I am about to. I'm about to معناه الصحيح هو أنا على وشك أو أنا قريبا أن أفعل هكذا. I'm about to أي شيء. I'm about to eat. I'm about to sleep. I'm about to go. I'm about to pray. I'm about to study. I'm about to run. I'm about to fast. أي شيء. I'm about to. أي شيء أحفظه هذا. I'm about to to fall. يعني أنا لو أنا ممكن يعني أطيح أسقط بسبب تعب. I'm about to fall over. Oh, it's about to go. He's about to see it. هو قريبا أن يراه يعني هكذا. He's about to wake up. هو قريبا سيصحو من النوم يعني. he's about to wake up. I'm about to get up. أنا قريبا أن أقوم من السرير هكذا يعني. he's going to about to يعني على وشك يعني قريبا جدا قريب يعني ممكن خلال 5 دقائق أو دقيقتين هكذا. I'm going to هو يشمل دقائق يشمل ساعات يشمل الماضي معلش يشمل المستقبل القريب والبعيد شوية يعني مثلا I'm going to Iraq this year. لاحظوا I'm going to Iraq this year يعني أنا سأزور العراق هذه السنة. لكن إذا أقول I'm about to go to Iraq معناه قريبا يعني ممكن اليوم أسافر إلى العراق. الباكيت إيش باكيت؟ باكيت يعني استخدمها دائما كلمة إنجليزية ومعناها جيب. جيب. تمام. هذا هنا don't wash the white with the colors. بجملة 4 pocket جيب. اي نعم جيوب. لا في packet وفي pocket. packet يعني مثلا لما تشترون المعكرونة من السوق فهو يجي it comes in a packet يعني هو في ايش معلب. هو في مو كرتون لكن في معلب يعني علبة بلاستيكية. براحتكم اختي براحتكم. pocket يعني جيب.
pocket جي pocket جيوب هزمة packet هزمة تمام I will hang them out to dry هذا يعني لا يعني ليش لماذا يقولون hang them out to dry هذا هذه الجمل يعني لشؤون البيت I will hang them out to dry hang them out to dry ليش لماذا hang them لماذا يقولون hang them لأنه في بريطانيا ليس عندهم حرارة يعني عندهم برودة زين فلم كيف يجففون الملابس إما عندهم dryer package أختي في packet وفي package package أنا فهمت قصدكم يعني تقولون باكيت بالعربية بالعراق ومع يعني هو جاء من باكيت باكيت وفي باكيج وفي بوكيت وفي باكيت باكيج هو يختلف من باكيت باكيت صغير باكيج ربما يعني لما يجي شحن من دي اتش ال نسميه باكيج أو من أمازون ويشمل أوراق وباكيج يشمل مثلا شيء كبير شوي يعني مثلا يشمل كتاب ممكن باكيج يجي وفيه كتاب كتابين ثلاثة كتب أو جوال جديد فباكيج هو عادة يعني لل كريسبس مثلا باكيت اوف كريسبس الكريسبس يعني عندكم كريسبس صح؟ ممكن تسمونه تشيبس chips chips يجي في باكيت تكلمت اي باكيت نعم مجموعة اشياء مجموعة اشياء مجموعة اشياء لا باكيج عادة ممكن في مجموع يعني اكثر من شيء لكن هو على حسب عادة الباكيج كرتون صغير عادة أنا إن شاء الله ممكن في الدرس القادم أنا إن شاء الله أجيب الصور ويشرح كل شيء إن شاء الله أعطيكم سيناريوهات إن شاء الله ففي بريطانيا لتجفيف الملابس عندهم نسميه washing line يعني هو عبارة عن حبل ونربط الحبل مع الجدار والجانب الآخر مع جدار آخر ونعلق الملابس على الحبل لأنه ممكن الملابس تحتاج ساعات لتجفيف هذه طريقة واحدة طريقة أخرى عندهم dryers washing clothes dryers the dryer هو عبارة عن ماكينة والشكل الماكينة هو الماكينة تشبه الغسالة لكن هو فقط يجفف الماكينة تجفف الملابس تمام إن طريقتين تقريبا فلما يقولون I will hang them out to dry معناه أنا إن شاء الله أعلق الملابس على الحبل خارج البيت للتجفيف واضح إن شاء الله كل شيء واضح. بعد عندنا empty the pockets first يعني فرغ الجيوب empty empty هنا صيغة أمر empty و empty أيضا فارغ يجي اسم فاعل empty إذا أقول it is empty معناه هو فارغ يعني فاضي يعني ما في شيء إذا أقول empty it معناه فرغ واضح إن شاء الله pockets جيوب first أولا يعني قبل أن تشحن أو تحط الملابس في الغسالة فرغ الجيوب بعد the washing machine needs repairing الغسالة تحتاج صيانة repairing أنا كتبت repairing الترجمة الصحيحة للصيانة هو maintenance
لكن في البيت نقول needs repairing، لا نقول needs maintenance. هذا maintenance، لفظ maintenance يستخدم في شركات. الشركة ربما يقول I will send the engineer to for and or I will send the maintenance engineer. أنا إن شاء الله أرسل لكم مهندس الصيانة. لكن في البيت نقول the washing machine needs repairing. Repairing بس معناه الصيانة. أي نعم. فأمتي بصيغة كاسم هو فارغ، و empty إضافة إلى مفعول به معناه فرغ. مثلا إذا أقول empty، إذا أكتب هنا فرغه معناه empty it هكذا. إذا أقول it is empty معناه هو فارغ. واضح إن شاء الله؟ Empty the pockets first. The washing machine needs repairing. خلاص أنا أعتقد هذا واضح إن شاء الله. لكن حاولوا أن تحفظوا لفظ load. لفظ load يستخدم للشحن، يستخدم ل يعني المسدس. حط الرصاص في المسدس. Load the gun. تمام. load the computer يعني شغل الحاسبة، أو load the game شغل اللعبة. load the game in the computer. load the program شغل البرمجة في الحاسبة. هكذا يستخدم كثير load. منجنيق مثلا، منجنيق يستخدم load the catapult يعني شحن أو أشحن المنجنيق. load the cannon يعني الكانن عبارة عن يعني شيء يشبه بندوق، يشبه بندوق، لكن كانوا يستخدمون كرات حديدية. مثلا ضغط زايد. أي نعم. لو نفس الشيء، نفس الشيء. إذا مثلا أحد يقول يحمل بضم ال، يحمل بضم الياء. إذا أقول I am overloaded يعني أنا عندي، يعني overloaded يعني أنا مشحون. أنا عندي ضغوط، ضغوط بسبب دراسة ومشاغل وهكذا ما إلى ذلك يعني هكذا. أي نعم. تحميل، تحميل نعم. أنتم تستخدمون تحميل ك أي نعم. داونلود، داونلود هذا تحميل. حملوا، يحملوا تحميلا يعني. لاحظوا لود، داونلود شامل لود. هذا اللفظ داونلود هذا ظهر في ممكن الستينات أو سبعينات. داونلود يعني هو عبارة عن أو مجموعة من كلمتين داون واللود، يعني داون لود داون يعني الشحن. أي نعم. لود لودينج يعني الشحن من الشريطة أو السي دي أو الموقع. فالآن صار اللفظان صار لفظ واحد مركب داونلود. about to load مثلا إذا أحد يقول I'm about to load the car. لاحظوا I'm about to load the car هكذا يعني أنا سأشحن السيارة أو الشنطة مع أشياء. أنا أعتقد هذا واضح إن شاء الله.
لو ذا واشنج مشين. هنا أي شيء يعني the computer needs repairing مثلا، الحاسبة تحتاج صيانة، يعني تبدلوا أي لفظ. The car needs repairing، هذا صحيح، the car needs repairing. أو مثلا the TV needs repairing، التلفاز يحتاج صيانة. واضح إن شاء الله؟ بعد عندنا سيناريو السابع، هذا إن شاء الله سهل، نفس اللفظ. I'm about to collect the car from the workshop، أني أنا على وشك، أو أنا سأستلم السيارة من الوشة. تظهر هنا عند التحميل، أي نعم، loading، loading شحن، loading يعني هو يشحن برمجة في حاسبتكم. I'm about to collect the car from the workshop. Collect the car، أو يمكنكم أن تقولوا get the car. أنا سآخذ السيارة من الورشة. Collect أو get نفس الشيء، لكن collect هو عبارة عن، أو ترجمته استلام، و get يعني الأخذ. لا، حتى get له معاني، والله صراحة كثير معاني كثيرة. يعني إن شاء الله أنا أعطيكم ممكن درس على كلمات لها معاني كثير، يعني معاني متعددة. مثلا get معناه أخذ، وget معناه do you get it، هل وصلت الفكرة، هل فهمت. get going يعني أنت مشي، يعني أذهب. get it يعني خذه. get off يعني أنت يعني أنزل أو تنحى عن شيء. get ahead تقدم على الناس. get behind me يعني أنت قف خلفي، يعني أنت ساعدني هكذا. قف خلفي، get behind me يعني ساعدني، أو قف بجنبي هكذا. get away يعني الهرب من شيء. فget معنى يعني له معاني كثيرة صراحة. get و on و off معاني كثيرة، يعني مدلولات كثيرة، استخدامات كثيرة. يعني workshop ورشة، لاحظوا ورشة ممكن جاء من workshop ورشة. بعد I hope they change the oil، أتمنى أنهم قاموا بغيار الزيت. I hope، أتمنى. I hope they، يمكنكم that، تضيفوا that هنا يعني أن، that أن. I hope that they change the oil، لكن الناس يخففون ويحذفون that كثير. that بس هذا، حتى هذا يكفي يعني. I hope they change the oil. تمام، change the oil، oil الزيت، لكن الزيت ليس فقط زيت من زيتون، يعني أي نوع من أو أي صنف من زيت، يعني زيت سيارات، زيت الخردل، mustard oil، coconut oil، coconut. واضح إن شاء الله. change غيار. I hope، أتمنى. أتمنى. How much will it cost me؟ كم سيكلفني؟ How much يعني كم؟ قديش أو إيش قد؟ كم؟ How much will it cost me؟ will it يعني في المستقبل، you cost me، it cost me هذا يكلفني، وهذا للمستقبل. will it cost me؟ me الياء متكلم، me. will it cost
سيكلف، واضح إن شاء الله؟ سيكلف، will it cost. إذا أقول will it cost me، will it cost me anything، معناه نعم، لكن للقريب وللبعيد الاثنين. أختي ندى، will يجي للبعيد والقريب. Will it cost me anything؟ هل سيكلفني شيء؟ How much will it cost me؟ يعني هنا will it cost me لأنه موجود في الورشة، يعني الآن كم سيكلفني الآن يعني. لكن مثلا إذا هو يستفسر عن شيء غدا، هو يستخدم نفس الجملة How much will it cost me؟ يعني لا يميزون بين المستقبل القريب أو البعيد. هو فقط ممكن يضيف tomorrow إذا هو يريد أن يميز، يعني يقول هذا للغد يعني، لكن هذا يكفي. يعني how much will it cost me اليوم أو غدا أو حتى بعد أسبوع، نفس الشيء. They also fixed the puncture. قد صلحوا البنشر. لاحظوا بنشر جاء من puncture. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظوا بنشر جاء من لفظ puncture. They also fixed the puncture. Fixed they يعني هم، أيضا also ما كتب الثقب. ثقب ثقب، لأنه أنا شفت لفظ بنشر كثير يعني، فلذلك أنا كتبت بنشر. الثقب أختي هو ثقب، يوجد خد ثقب في خاتم مثلا، صح؟ في خاتم أو في حجر. فلكن بنشر هذا فقط، هذا خاص بالإطارات يعني تايرز وبالونات وهكذا، لذلك أنا كتبت بنشر. أنا شفت، أنا استخدمت بنشر في بعض الدول يعني العرب، دول العرب البنشر. بعض الناس يقولون كفر، صلح الكفر أو بنشر، لكن بالعراق تقولون ثقب. تمام. بعد هنا يقول it drives like new، هي مثل جديدة. لكن هنا يعني هذه الجملة يعني صعب الترجمة. إذا أترجم بالطريقة الصحيحة يمكنني أن أقول هي تقاد كأنها جديدة. بنشر. أي نعم بنشر، لأن أنت تستخدمون جيم كتشه، صح؟ أي نعم. لكن لاحظوا اللفظ جاء من puncture، وهذه الجملة it drives like new، يعني هي تقاد كأنها جديدة. هي تقاد يعني لا ليس تقاد، يعني drives، يقولون drives كأن السيارة تقود، لكن السيارة لا تقود، السيارة تقاد، لكن يقولون it drives كأن السيارة تقود. واضح أخت ندى؟ ممكن فهمتم يعني قصدي، يعني السيارة the car doesn't drive، السيارة لا تقود، السائق يقود السيارة، لكن يقولون it drives يعني السيارة تقود. It drives well. It drives like new. بالإنجليش يقولون هكذا. في أمريكا، في بريطانيا، كل مكان يقولون it drives like new. أو يقولون it drives nice مثلا. أو it drives smooth. أو it drives well. واضح؟ it drives like new. يعني هي كأنها جديدة.
لكن drives معناه تقود. مثلا أنا أقول I drive the car، أنا أقود السيارة. لكن في هذه الجملة، في هذا السيناريو، يقولون it drives like new. واضح إن شاء الله؟ في سؤال وكل شيء واضح؟ يعني يمكننا أن نقول هذا دلالة تضمنية شوية، يعني السيارة لا تقود، سائق يقود. بس هذا سماعي، يعني هم يعني بعض عندهم بعض الكلمات أخرى للسيارة. مثلا يقولون it purrs like a cat، يعني والله شيء غريب. يعني أحيانا الإنجليزي أحيانا يعني يمثل السيارة كأنها بسة أو قط، يعني هي purrs يعني صوت البسة، صوت القط، يعني صوت المحرك. جدا جميلة، جدا جميل هكذا، يعني it purrs like a cat. مثلا it corners like the devil. ما معنى corners like the devil؟ يعني السيارة تلف مع الشارع مثل الشيطان. يعني عندهم والله تماثيل غريبة. It corners like the devil، أو it corners like like a monster مثلا. يعني عندهم تماثيل يعني غريبة شوية، لكن بس هذا كله سماعي. It drives like new، يعني هي مثل جديدة. واضح؟ إذا يوجد ملاكم مثلا، وملاكم لا يستطيع أحد أن يعني يغلبه، تمام؟ فهم ممكن يقولون he boxes like the devil، يعني هو يلاكم كأنه شيطان، يعني بالحيلة وخداع هكذا. It drives like you. بعد عندنا سيناريو رقم 8، أي يعني ضغطه في هذا الدرس. I'm going to pray، أنا سأصلي، أو هنا أنا سوف أصلي أحسن، لأنه لا نعرف متى أنا سوف أصلي. فهذا يسأل when will you pray، where will you pray، معلش where will you pray، أين سوف تصلي، تمام؟ هو يقول I'm going to the حسينية، أنا ذاهب إلى الحسينية، لكن للآن لم يعني لم يحدد متى. فاليوم، فهو يتوقع أنه سوف يذهب اليوم. تمام؟ فهو يقول لكن هو سيكون مغلق، يعني اليوم يعني قريبا. It's going to be closed. لاحظوا going to be. Going to be. هو يحاول يحدد الوقت، وقت الذهاب ووقت ومكان الذهاب وهكذا. فهو يتذكر يقول oh yes it's Saturday today. أي نعم إنه اليوم يوم السبت. أن يمكنكم تبديل بعض الكلمات هنا لأي لفظ آخر. مثلا I'm going to watch TV، أو I'm going to the cinema. مثلا أنا سوف أذهب إلى السينما. وهذا يقول where will you go، يعني أي السينما. هو مثلا يقول I'm going to view cinema، هذا view هكذا أعتقد في بريطانيا، to the view cinema. وهذا يقول it's going to be closed، لكن السينماهات هذه الأيام يعني مفتوحة كل وقت. It's going to be closed. هو يقول oh yes it's Saturday. إيه قبل فترة كان الوضع هكذا، يعني السينما كانت
يعني بس تفتح سينماهات تفتح بعد الأيام في الأسبوع. واضح إن شاء الله. I'm going to pray. Where will you pray? I'm going to the Husseinia, but it's going to be closed. Oh yes, it's Saturday today. هكذا. فعندكم I'm about to. About to ليس فقط لإشارة إلى المستقبل، فعل في المستقبل. About يستخدم closed مغلق، مغلق. مفتوح open. About يعني إذا ما أحد يقول لكم what's it all about، مثلا ممكن تذكرون موضوع الوصية. هنا هذا قال what does the will say، ماذا هو مكتوب في الوصية، تذكرون ممكن. ف هذا يمكن يعني باللهجة العامية يمكنه أن يقول what's the will about، what is the will about، أو what is it all about، أو what's this all about، what is this all about. معناه ما هو الموضوع، ما هو هذا الموضوع، يعني يستغرب إيش هذا الموضوع، what's this all about. ف about يعني يستخدم لأكثر من معنى، يعني معنيين ممكن. ف مراجعة سريعة. I'm about to pray. و أي نعم حول، صحيح حول، صحيح صحيح 100% حول. إن شاء الله أنا إن شاء الله أطرح لكم ممكن الدرس القادم يعني نسوي نعمل درس على هذه الكلمات about to going to هكذا و on و off و get off وهكذا، يعني get take. صراحة هذه الكلمات لها معاني متعددة. أي نعم closed يعني مغلق. إن شاء الله أعتقد إلى هنا واضح. وبس يعني آخذ دقيقة ودقيقتين. هذه بعض الكلمات لأغراض البيت. Air conditioning units مكيف، باثروم حمام، بيد سرير، chair كرسي، كاربت سجادة لغرفة الجلوس مثلا، cutlery أدوات تناول الطعام، curtains drapes يستخدم في أمريكا، curtains في بريطانيا، ستاير، desk مكتب، dishes إناء أو صحون، iron مكواه، kitchen sink حوض في المطبخ، pen قلم، pencil قلم رصاص، plants نباتات، prayer mat سجادة للصلاة، shower دوش سوفا كنبة، washing machine غسالة. وإن شاء الله هنا عندكم بعض الصور. wallpaper ديكور الجدران الورقي، يعني لأن بسبب برودة في بريطانيا عندهم wallpaper، وحتى في أمريكا أعتقد لأنه الجدران هناك باردة جدا، فهم يغطون الجدران مع ورق أوراق يعني ملونة، وفي تصميمات يعني شوية يكون تكون الغرفة هادئة شوية. chair كرسي، carpet سجادة، هذه السجادة تمتد من جدار إلى جدار، they say wall to wall carpets، من جدار إلى جدار نسميه carpet، نسميها carpets. cushion مخدة، تأكد أن جملة كانت السينما مفتوحة في بريطانيا، ما كانت. أي نعم أختي، بس أنا بس طرحت كمثال السينما، أنا بس غيرت لفظ السينما حسيني إلى السينما حتى تفهموا أن نفس الجملة أو نفس الجمل تستخدم في سيناريو متعددة يعني، بس أنا لذلك أنا بدلت لفظ السينما حسيني بالسينما. لكن مغلق closed و open مفتوح.
هنا صحون dishes cutlery يعني أدوات تناول الطعام، تمام؟ يعني السكينة والشوكة وملعقة وهكذا، glasses يعني كأسات، وكاربت، لاحظوا كاربت يعني هي سجادة تمتد من جدار إلى جدار. لاحظوا هذا الشخص هو يعني يفرش السجادة في الغرفة، والسجادة للصلاة prayer mat، والسجادة أستاذ بلا زحمة، غيرة نسميه rug، نسميها أستاذ rug بلا زحمة، ممكن نرجع للصورة اللي إن قبلها؟ شاء الله. جزاكم الله ألف خير على حسن المتابعة، إن شاء الله ننهي الدرس، وإن شاء الله أنا أنزل لكم التسجيل وأرسل لكم هذا كPDF، وإن شاء الله نغير الملف في الأسبوع القادم. أين تفضلوا، معلش بدون الصوت. الصراحة ما أدري إيش المشكلة، يعني ما يصلني الصوت. أدوات تناول الطعام، نعم. كاتلري، نعم كاتلري، 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 air conditioning unit. الفرق بين سكين، سكين يعني سكين جزء من كاتلري، يعني الكاتلري مجموعة من سكين، سكاكين والشوكات وملاعق. اي نعم، كاتلري تشمل كل شيء. كاتلري يعني كلمة تشمل حتى، يعني عندهم انواع من سكاكين، وانواع من ملاعق، وانواع من شوكات. صح، صراحة اذا تتغذون في مطعم يعني مشهور أو إنجليزي، ربما تكون عندكم 3 ملاعق، 3 سكاكين، وهكذا يعني كثير كثير. باكيج كامل، باكيج كامل يعني، وسبحان الله كثري يعني بسعر عالي أيضا. يعني الصراحة إذا تشترون من بعض الأسواق كثري، سعر الكثري جدا غالي، جدا غالي. عندهم كاتلري من ذهب ومن فضة، يعني سيلفر كاتلري، وحتى بعض المسلمين يعني نايف، أي نايف شامل كاتلري من ضمن الكاتلري، نايف، ملعقة، شوكة، فوك، سكينة، نايف، تلفظ النايف، أي نعم، حرف صامت، نعم حرف صامت. كاتلري، نعم، dishes، كاتلري، glasses، إيش كمان؟ carpet، prayer mat، rug. Then you have chair, then carpet, then cushion, wallpaper. لاحظوا wallpaper مركب من wall و paper، يعني جدار وورقة أو ورق، wallpaper. والإنجليز تقريبا كل سنة، كل سنتين الإنجليز يغير the wallpaper، يغير في البيت، لكن المسلمين لا، المسلمين يعني ممكن بعد 5 سنوات، لكن الإنجليز هو يعني متحمس في تغيير الديكور في البيت. يعني هذا، يعني أنا لاحظت هذا الفرق، يعني عندهم حماسة بشكل كبير، يعني هم يعني أفراد البيت يجمعون ويغيرون، يروحون لمحلات الديكور ويشترون كل شيء ويغيرون كل شيء، السجادة
الديكور، الجدران واللمبة، أضواء، كل شيء من ديكور. يعني عندهم، هم متحمسين على التغيير، يعني كل سنة أو كل سنتين يحسون بملل. وأير كونديشنينج يونت، مكيف، باثروم، حمام، بيد، سرير، شاي، كرسي، كاربت، سجادة لغرفة الجلوس مثلا، يعني من جدار إلى تمتد من جدار إلى جدار، كاتلري، أدوات تناول الطعام، كيرتنز، ستاير، ودريبس، يقولون في أمريكا دريبس، ديسك، مكتب، ديشز، إناء وصحون، وآنية وصحون، آيرن، مكواة، كيتشن سينك، حوض في المطبخ، قلم. قلم، هذا قلم ذو حبر، بن، بنسل، قلم رصاص، بلانس، نباتات، قلم جاف. نعم، قلم جاف، بلانس، نباتات. تقولون قلم رصاص بالعراق، بس قلم جاف. تمام، اوكي، ان شاء الله بس اللي حدا جاف. بلانس، نباتات، قلم رصاص، بنسل، قلم رصاص. تقولون بنسل بالعراق وقلم رصاص، يعني لفظ بنسل يطلق. ما شاء الله، يعني جاء من بنسل. بلانس، نباتات، برامات، سجادة للصلاة، و بي ار اس، رج، يعني انا بس اكتب هنا سجادة صغيرة في وسط الغرفة. قلم رصاص، قلم حبر. نعم، قلم بين، قلم حبر. وحتى عندهم قبل فترة كانوا يقولون فاونتين بين، قلم حبر. يعني لما كنا ندرس في المدارس كنا نقول فاونتين بين. عندهم أصناف، يعني إن شاء الله، إن شاء الله أطرح عليكم الصور لكل شيء إن شاء الله شوي شوي. بلانس، برامات، روك، شاور، دوش، صوفا، كنبة، واشنج ماشين، غسالة. دراي بين، اي نعم، لكن لا يقولون دراي بين، هم يقولون بس بنسل. لكن بعض الناس يقولون ليد بنسل، هكذا ليد بنسل. لكن الآن لا، هذا يعني لما كنا صغار بعض الأساتذة كانوا يقولون ليد بنسل، ليد بنسل، لأنه الرصاص مصنوع من ليد أو شيء قريب من ليد. ليد نوع، يعني نوع من الحديد، ليد، أو مو يعني قريب من الحديد، لكن الآن يقولون بنسل. طيب، وضوء، وضوء، تمام، اوكي. يقولون وضوء، يقولون ابلوشن، هكذا وضوء وابلوشن. لما نتكلم مع الانجليش نقول ابلوشن، لان الابلوشن هو عبارة عن وضوء، وضوء المسيحيين القسيسين كانوا يغسلون الأيدي والوجه والأذرع قبل دعائهم. فلما نتكلم مع الإنجليزيين نقول، لا نقول وضوء، نقول ابلوشن، لكن بيناتنا يعني بين المسلمين نقول وضوء. أي نعم، جرافايت، اي نعم، جرافايت، صحيح، ما شاء الله.
صحيح، جرافايت. نعم رصاص، نعم بس يسمون، كانوا يسمون، اي نعم، لانه الليد، الليد كان يستخدم في الدهان وفي الاقلام الرصاص، لكن بسبب وصف يعني او خطر من السم، يعني الاطفال كانوا يعني احيانا ياكلون الرصاصات او ياكلون الليد، ويعني كان يحصل لهم سم يعني بويزن، لذلك غيروا محتويات الاقلام ويستخدمون جرافايت. اي نعم، في الزمن القديم كانوا يستخدمون ليد في الدهان، كان عندهم مشكلة في بريطانيا. وبالنسبة للقلم ما أتذكر جيدا هل كانوا يستخدمون ليد، لكن كانوا يستخدمون في الدهان، لكن الآن لا، الآن غيروا محتويات الدهان paints، يستخدمون يعني يصنعون paints بدون ليد. يشبه لون رس... نعم غير سام، نعم لكن ليد هو السام. نعم صحيح، ما شاء الله، صحيح، نعم صحيح صحيح أخت ندى، صحيح جرافايت ليس السام لكن ليد سام. تمام، كل شيء واضح إن شاء الله، جزاكم الله ألف خير، أعتذر طولت عليكم، لكن إن شاء الله عندكم تسجيل، نعم عندكم تسجيل، وإن شاء الله راجعوا يعني، لا تضغطوا على أنفسكم، راجعوا شوية شوية، يعني كل يوم شاهدوا ممكن 10 دقيقة أو 20 دقيقة، شوية يعني، حتى شوية شوية تترسخ المعلومة. لكن أنا إن شاء الله أحس أنكم ممكن تستفيدون من صور أو سيناريوهات، صح؟ فإن شاء الله حاول نستمر على نفس الأسلوب، في الدرس القادم إن شاء الله نحاول أشرح لكم بعض الكلمات لها معاني كثيرة. زين، وجزاكم الله ألف خير، ولا تنسونا من دعائكم، وتصبحوا على خير وأحسنتم. الواجب أختي بس حاولوا نفس الشيء، حاولوا تسجيلات هذه السيناريوهات، الخامس والسادس والسابع والثامن، يعني قدر المستطاع، حتى يعني هذا بس ممكن يحتاج أقل من دقيقة، هذا أقل من دقيقة، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة، ممكن 20 أو نص دقيقة، يعني بس سجلوا، ممكن كل يوم سجلوا واحد وأرسلوا على الخاص أو في الجروب هكذا، يعني إذا تستطيعون تسجيل كل سيناريو نفس اليوم يعني فبها، إذا يصب عليكم شوية فبس خذوا وقتكم وسجلوا كل يوم واحد أرسله إن شاء الله خير. واضح إن شاء الله، زين، تستفيدون أكثر يعني، حياكم الله، الله يوفقكم ويسهل لكم الإنجليزية حتى تتمكنوا وتصيروا إن شاء الله دعاة إلى الله يعني حول العالم إن شاء الله، حياكم الله، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.